كل مراقب لما يجري في فرنسا من اعتداء على الدين الإسلامي واعتداء على المسلمين بالتاريخ المعاصر على الأقل الذي شاهدناه ونشاهده، يدرك أن هناك حملة واضحة إعلامية وسياسية وثقافية وفكرية تطال الإسلام والمسلمين وتنال من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن كل فرد مسلم ومن الرموز الإسلامية كالحجاب وغير ذلك. كل هذا واضح بشكل بين وسمي بالإسلامفوبيا، والآن يريدون أن يخوفوا من الدين الإسلامي لأن الدين الإسلامي هو الديانة الثانية في فرنسا، وهو الدين يعني الديانة المسلمة هي الأولى في أوروبا في فرنسا، وبناء عليه يجب أن تضرب هذه الديانة وتضرب رموزها، وبناء عليه لا يريدون للإسلام أن يتقدم في هذه المواقع. أنا أريد أن أقول هذه الأفعال كلها يجب أن نتوقف عند المحرضين، عند هؤلاء المشوهين، عند هؤلاء الذين يعتدون على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دولة تدعي أنها دولة علمانية وأنها دولة ديمقراطية وأنها دولة حقوق الإنسان وأنها تحترم الديانات وأنها تحترم الآراء والأفكار. أنا لا أدري كيف يكون هذا الاحترام إذا كان هناك قذع وسب وسب وشتم واعتداء على الرموز الإسلامية. فهذه المشكلة قبل أن أتكلم عن هذا الفعل الذي تم، ما حكمه في الشريعة، ما موقفنا من هذا الفعل؟ أنا يجب أن نسلط الأضواء قوية على كل الأفعال المشينة التي تعادي الإسلام والمسلمين عبر سنوات طويلة والمدعومة من الحكومة والمدعومة من المتطرفين في فرنسا وغيرها من أجل تشويه صورة الإسلام في الغرب. نتحدث عن الحكم الشرعي لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت بأنه يقتل، ولكن هي تقف على من ينفذ ذلك، لا يحق لأي أحد أن ينفذ هذا الحكم بنفسه. طب في هذه الحالة التي حدثت في فرنسا، هذه الحالة بعينها ما هو حكم الشرع فيها على المسلم الذي يرى ذلك ويغضب؟ الحقيقة وهذا طبيعي أن يغضب، هذا أمر طبيعي جدا أن يغضب للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما هو حكم الشرع في هذه الحالة؟ أنا أقول لك أخي كما قلت لك بأنه إن ثبت أن هذا الشخص هو شيشاني وهو مسلم الذي قام بهذا الفعل غضبا من أجل انتهاك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن الشريعة الإسلامية، إذا فعل هذا الفعل فعلا كان مسلما، نحن نقول نكله إلى الله تبارك وتعالى، أمره إلى الله عز وجل. لا نستطيع أبدا أن نقول بأنه فعل جرما أو فعل أمرا خطيرا أو فعل أمرا يعاقب عليه في الشريعة. لماذا؟ لأنه خالف، عنده مخالفة بأنه قام بتنفيذ الأمر بنفسه، والأمر عندنا في الشريعة ينفذ في الدولة المسلمة، وبناء عليه هو ربما أقام الحكم على هذا الشخص الذي تقوله المجامع الفقهية، ولكن لا يطبق بفرديا، لا نطبقه فرديا، وعليه نكله إلى الله تبارك وتعالى. وأعود وأركز على ضرورة أن نبحث في السبب الذي دفعه إلى هذا الفعل. السبب هو أن هذا الأستاذ التاريخ صموئيل يبدأ يتكلم ويعلم كيف نكره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما دفع الإنسان أن يفعل هذه الفعلة. أما الذين قتلوا في فرنسا عبر السنين والذين قتلتهم فرنسا، إذا كانت فرنسا قتلت الجزائر أكثر من مليون أو 6 ملايين حتى، يعني قتلوا ملايين من البشر، ذبحوهم وقتلهم، يعني لماذا لا ينظر أبدا إلى هذه الأفعال التي يقومون بها؟ طب لماذا لا نسأل لماذا يطعمون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يتكلم الرئيس الفرنسي عن الإسلام بأنه يعيش أزمة، يعني يطعم في الإسلام، يطعم في الشريعة؟ طب لماذا يفعلون كل هذه الأمور؟ واضح جدا بأنهم يعيشون أزمة حقيقية، أزمتهم الحقيقية بأن الإسلام يتقدم بأخلاقه، بتعاملاته، يتقدم بمعاملاته المسلمين في الغرب. المسلمون في الغرب استطاعوا أن يكونوا جزء من هذه الحياة، والناس بدأوا يدخلون في دين الله عز وجل، يدخلون يعتنقون الإسلام، وهم يخافون من هذا خوفا شديدا. فضل الشيخ علي، ما هو الواجب اليوم على المسلمين في فرنسا وسط هذه الهجمات المتكررة على جناب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وعلى المسلمين واتهامات صريحة بالإرهاب؟ أنا أعتقد أول شيء الحكمة، أول شيء الحكمة، يجب أن يتحلى المسلمون في فرنسا وفي الغرب بالحكمة، وأن ينظروا في مآلات الأمور ومصالح المسلمين في تلك الديار، فلا يقومون بردات فعل
قد تكون هذه ردات فعل تجلب أضرارا كبيرة على المسلمين في تلك البلاد، بل عليهم أن يدخلوا من كل المداخل القانونية والنظامية المشروعة لهم في بلاد الغرب. عليهم أن ينخرطوا في المجتمع الفرنسي أكثر فأكثر، حتى يفهم المجتمع الفرنسي طبيعة الإسلام والمسلمين. أنا على قناعة تامة بأن الفرنسيين إذا تعرفوا على الإسلام لن يعادوا هذا الإسلام. حتى هذا المؤرخ الذي تحدث، صموئيل وغيره، الذي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو تعرف على شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يفعل هذا. ولذلك واجب المسلمين أن يعرفوا الفرنسيين وأن يعرفوا الغرب على ديننا بصفحته البيضاء. ساعتها إذن لن يقوم أي إنسان بالاعتداء على الإسلام والمسلمين. وعليه أن أقول هناك تقصير في هذا الباب، هناك تقصير في هذا الباب بعرض إسلامنا بصورته الصحيحة.